السلام عليكم مشاهدينا الأفاضل في حلقة جديدة من برنامج أساطير، والذي تشاهدونه طوال شهر رمضان المبارك. في هذه الحلقة سنسلط الضوء على أحد أفضل الأظهرة في تاريخ كرة القدم المغربية، لنتعرف على النجم عبد الكريم الحضريوي المدافع العصر المتميز. ولد عبد الكريم الحضريوي بمدينة تازة سنة 1972 ولعب مع ناديها اتحاد تازة بقسم الهوات، لينتقل بعدها إلى الجيش الملكي الذي صقل موهبته وطور إمكانياته بفضل مركز التكوين الموجود في النادي، ليصبح في ظرف وجيز من أفضل مدافعي البطولة المغربية. مجاورته لجيل عسكري موهوب ساعده على التميز، بحيث أصبح نجم لامع يتلقى الكثير من الإشادات من خصومه قبل زملائه. محطة الاحتراف الأولى له كانت سنة 1996 مع بنفيكا البرتغالي، والذي لعب معه موسمين ناجحين بكل المقاييس، لينتقل إلى بلاد الأراضي المنخفضة هولندا مع زاد ألكمار لمدة 4 سنوات ما بين 98 و 2002. تألقه داخل الإيريدفيزي جعله يحظى بإشادة كبيرة من وسائل الإعلام المغربية، وليس ببعيد عن هولندا وتحديدا في بلجيكا انتقل الحضريوي لشارلوروي البلجيكي لمدة موسمين من 2002 إلى 2004، قبل أن يعود للدوري المغربي وينهي مشواره مع الاتحاد الزموري للخميسات، قاضيا معه موسم واحد مع المنتخب المغربي. شارك في كأس العالم مرتين بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1994 وفرنسا سنة 98، وظهر مرتين في كأس أمم أفريقيا سنة 98 ببوركينا فاسو و2000 بغانا ونيجيريا. المدافع العصري، والذي كان يعتمد على الذكاء والفنيات والمراوغات بالقدم اليسرى السحرية، كان دائم الاختفاء وعدم الإدلاء بالتصاريح الصحفية بعد أو قبل المباراة لتفضيله التركيز على المباريات. سنة 2005 اعتزل الحضريوي بعد سنوات من التألق رفقة الأندية التي جاورها أو مع المنتخب المغربي، ليختفي عن الأنظار حتى سنة 2019 بعد أن أجرى عملية جراحية بمؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين، لتتحسن حالته ويبتعد مجددا عن الرياضة بصفة عامة. ليطرح العديد من المغاربة سؤال: لماذا لم تستفد الإدارة التقنية الوطنية منه على الأقل في التنقيب على المواهب وصقلها في مركز اختصاصه بالجهات اليسرى؟ مشاهدينا الكرام، نصل لختام حلقة اليوم. انتظروني في حلقة جديدة مع أسطورة جديدة، ولا تنسوا دعمنا وترك تعليقاتكم أسفل الفيديو. إلى اللقاء.